مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا في هذا البث المباشر من مدينة الجديدة. صباح الخير عليكم كاملين، وصباح الفل وصباح الزهور وصباح الأمل وصباح النور على كل المسلمين أجمعين وكل من النازل الجالية المغربية حتى هما ما نساوهمش. كما كتشوفوا الأجواء بمدينة الجديدة أجواء جميلة وأجواء في المستوى. اليوم الحمد لله صباح الشميشة مقارنة بالأيام اللي فاتوا، كانت الشتا كان البرد، اليوم صباح الشميشة تبارك الله. جو زوين. هنا قرب من البحر، شوفوا كما كتشوفوا كاين ناس كتريني هنايا، كاين ناس كيلعبو الكرة. منظر جميل صراحة، منظر في المستوى ومنظر هائل. غير هو خاص الناس اللي مهتمين بالنظافه يجيو ينقيو هاد البلاصه هادي، حيت هاد البلاصه هادي اللي هو كما كيتسمى هنا في الجديده الدراري ديال الاحياء كيقولوا ليه الكوشطه، كيتلاحوا فيه الزبال، كيتلاحوا فيه النفايات كما كتشوفوا. بلاصه زوينه ما خاصهاش تكون بحال هكا. كيما كتشوفوا الاجواء زوينين، غنحاول نقربكم شويه من الاحياء مدينه الجديده. هاد البلاصه هادي كتسمى بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا، هاد البلاصه هادي كيتسمى القصر الاحمر. هذا هو القصر الاحمر، انا غنوريه لكم صوره واضحه. القصر الاحمر ها هو القصر الأحمر، هو كما كتشوفوا راه هو هذاك هو القصر الأحمر. أنا غنحاول نوريه لكم مزيان، راهو هذاك هو القصر الأحمر. هاد الحي سميتو هذا كامل سميتو القصر الأحمر. أنا غنحاول بالنسبة للناس اللي باغيين يدورو ويعرفو، أنا كندور بيكم وانتوما غير في ديوركم وكتشوفو كتسالاو بلا ما تحتاجو تخدمو الطوموبيل وتخرجو. شوفتيه في كل مدينة، في كل حي، في كل منطقة. هو الازبال هنايا راه خاصهم صراحه، خاصهم شي حل. يعني كما كتشوفوا معنا بقايا البناء، هادشي راه خاصي الصراحه، خاصي يديروا واحد الحل هادشي، حيت راه ميمكنش. باغي فوضى. هي شوف هي ماشي فوضى، غير هو الانسان خاصو الا دار شي حاجه خاصو يجمعها ينقيها، ماشي يخلي داك البقايا ديالو ويخلي دوك الاسبال ديالو مليوحين في الارض. هذا هو المشكل اللي فين حنايا، هو اننا كنستعملوا واحد الجزء كنحطوا فيه داكشي ديالنا، ولكن ملي كنبغيو نساليو صافي كنخليوه كما هو، ماشي كنحيدوه كنقيوه ماشي اللي بغينا مره اخرى عاوتاني نحطوه فيه. لا نستعملوا واحد البارتي نقيها يقادها باش مره اخرى لا بغاه يلقاها، ماشي اللي بغاه ينوضوا ليه الناس لا تكتي خليتي ولا تكتي درتي ولا واحد ينقي بلاصتو. المشاهدين ومتابعين شوف تيفي كما شفتوا، هذه مدينة الجديدة، نتلاقى معكم بث مباشر آخر في أمان الله، إلى اللقاء.